بالنسبه للمباراه فكانت مباراه صعبه ولا سيما 25 دقيقه الاولى ما لونطام ديالنا ما كانش في مستوى، ولكن من بعد يعني دخلنا في مباراه سجلنا هدف سيطرنا في الشوط الثاني حقيقه فوز مستحق ضد فريق اللي كيلعب لعب مباشر وكيتقنوا، وهذا اللعب المباشر حنا ما كنجيدوش فيه لاننا كنبغيو نلعبوا كره ارضيه، هو الفريق يلعب 100% كره لعب مباشر كره طويله وتعتمد على كره ثانيه. بالنسبه لي انا راضي على الاداء فوز مستحق، لكن مره ثانيه على التوالي ملي كيكون الجمهور الحكم ما تعطيناش حقنا يعني لي فوت كاملين تقريبا 80% ما تناخذوهمش ما عرفتش علاش، يعني اللعابه كيضربوا والله ما كيتسيفلا ولا الخصم كياخذ حقه على ما كناخذوش حقنا. ثاني مره مع الجمهور حكم والله ما كعطانا حقنا. الحمد لله على ثلاث نقاط اللي كنا في امس الحاجه ليها. الحمد لله لاعبين خلال 30 دقيقه ما اديناش بشكل جيد اللي كان كيطمح ليه الجمهور، ولكن هذا نتيجة كان علينا شويه الضغط شويه، فالحمد لله يعني حاولنا تخلصنا من الضغط من بعد تسجيل الهدف. كيف شفتوا فالفريق تحسن من بعد الهدف الاول، كنا الحمد لله محظوظين ان الهدف الثاني جاء ريحنا اكثر. الحمد لله حاولنا في الشوط الثاني ان نطبقوا التعليمات ديال المدرب اللي كانت صارمه، لان اللاعبين كيف قلت ما بداوش المقابله بالشكل اللي كنا مخططين ليه. الحمد لله ثلاث نقاط كتخلينا في الصداره، هذا هو المطمح ديال اللاعبين وديال الطاقم المسيرين اللي وكذلك الجمهور. كما شفت المقابله كانت ملعوبه على جزئيات بسيطه، الحمد لله حاولنا نحافظوا على 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 الريتم ديال المقابله، شتينا خدمنا مزيان تكونسونطرينا حاولنا نطبقوا داكشي اللي قالنا الكوتش ديالنا، والحمد لله تيسرات الامور كما بغينا. هدفين من لاعب فونتي اللي عاوننا بزاف، كما الدراري تاهم عاونونا بزاف، ونطلبوا الله تيسر ان شاء الله ونبقاو في هذا المنوال ان شاء الله. وفقنا الله اليوم اننا تفوقنا على الخصم، واخا الميطه الاولى ما كناش فهمتي في المستوى اللي كنا بغينا، ولكن تداوكنا الموقف دغيا وما كاين الحمد لله. البيت اللي كان صعيب عندنا شويه بحكم الضغط اللي كان علينا وشويه ديال التصفى اللي كان عندنا، والحمد لله احنا غاديين ماتش باغ ماتش باش نبقاو محافظين على الصداره اللي واخا صعيب شويه تبقى محافظ عليها خاصه الا كنتي خارج الميدان. والحمد لله ان شاء الله هذا الماتش توجد حتى هو شطوا بوان ان شاء الله نجيو هذا الجمهور اللي ساندنا ديما. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.